نعم. أحسن الله إليك شيخ. بعض الناس في الأعراس وحفلات الأعراس يجتمعون وعندهم بعض الشعراء فيتردون بعض الشعر، لكن لا يكون فيه لا سفه ولا فجور ولا فساد، فهل هذا يجوز مع أن تصحب أحيانا التصفيق وأحيانا الطبول أو الدفوف؟ أما مجرد المرادة إذا لم يكن فيها إقذاء في الهجاء أو غلو في المدح فلا بأس بها، فقد كان الناس ينشدون الأشعار في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسن بن ثابت ينشد الشعر في المسجد النبوي لحظ إليه فقال له حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إن تبعه رقص أو طبول فهذا لا يجوز، لأن الرقص للنساء والرجال لا يجوز أن يقتدوا بالنساء، والطبول آلة عزف، وآلة العزف محرمة إلا ما خصه الدليل كالدف في المناسبات. خاصة للنساء؟ لا، للنساء والرجال، لكن في مسألة العرس لا نفتي به خوفا من المحظور، لكن مثلا قدوم إنسان له قيمته إلى البلد لا بأس أن يدف الناس لقدومه، وكذلك العرس. التصفيق والله ما أحبه، لكن ليس حرام إذا كان مجرد تصفيق هكذا، ما أرى أنه حرام. المحاربون يرقصون، أنا السيوف فوقهم يقولون يرقصون، شو هذا الكلام؟ عرض الحد لا بأس، لكن ما فيه رقص. ما أدري أنا إلى الآن ما دخل فكري هذا. نعم.